على العديد من اتفاقيات التعاون بين البلدين، اتفاقية متعلقة بالتعاون في مجال الأمن والحكامة المحلية بين وزارتي الداخلية بالبلدين، وقعها السيدان صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون وأوتافيو إنوسونسيو ألفيس وزير الإدارة الترابية بغينيا بيساو. اتفاقية متعلقة بإلغاء التأشيرات لحامل جوازات السفر الدبلوماسية أو جوازات السفر المتعلقة بمهمة أو الخاصة، وقعها صلاح الدين مزوار والسيد ماريو لوبيز داروزا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات. اتفاقية ترمي إلى تفادي الازدواج الضريبي والوقاية من التهرب الضريبي في مجال الضريبة على الدخل، وقعها السيد صلاح الدين مزوار والسيد ماريو لوبيز دا روزا. اتفاقية لتشجيع الحماية المتبادلة للاستثمارات، وقعها السيد صلاح الدين مزوار والسيد ماريو لوبيز داروزا. بروتوكول تعاون في مجال العدل بين المغرب وجمهورية غينيا بيساو، وقعه السيد صلاح الدين مزوار والسيد ماريو لوبيز داروزا.